ما حكم من يسمع الأذان ثم يصلي داخل البيت رغم النصح والإرشاد ليخرج إلى جماعة؟ جزاكم الله خيرا. حكمه أنه تارك لواجب عظيم، لأن صلاة الجماعة واجبة لا يعذر بتركها إلا مريض أو خائف أو له عذر من الأعذار الشرعية المعتبرة التي تسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. وأما من ليس له عذر فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه المشقة التي تحول بينه وبين المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فمن سمع النداء وهو يقدر على الحضور وجبت عليه الإجابة، فإن لم يجب فقد عصى الله ورسوله وارتكب إثما عظيما. فعلى هذا الرجل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والتخلف عن الجماعة من غير عذر من صفات المنافقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوى. نعم.